فيجب أن يحذر المسلم من الذنوب كلها، الصغير منها والكبير، في السر وفي العلانية. وذكر ابن رجب في رسائله أوجها وطريقة للتخلص من الذنوب في السر وفي العلانية، ومنها قال أن يخشى انتقام الله وعقوبة الله، وذكر الأدلة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل ذكر رحمه الله سبعة أنواع التي تجعل بعض أعمال العبد تصبح هباء منثورا. فكون الإنسان في خلوته يقدم على ما يغضب الله عز وجل لا شك أنه خطير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما نهى عن المجاهرة بالذنوب قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أيضا نهى عن أن يفعل الذنب في الخفاء في الخلوة. ولذلك في سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال التهامة بيضاء يجعلها هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتكم يعني من جنسكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالإنسان لا يستخف بالذنوب. بعض الناس يقول ما من أحد، ربما أن بعضهم يطعن في هذه المقولة فيقول ما من أحد إلا ويذنب، ما أحد يسلم كذا. نعم ما أحد يسلم صحيح، لكنه إذا وقع في الذنب فإن قلبه يكون متعبا بعد فعل هذا الذنب، بل إذا أراد أن يقدم على الذنب إذا به يتردد لما في قلبه من الخوف من الله عز وجل. فهذا شأن وذلكم شأن. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما صفاتهم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الذنب الذي يلم بهم لكنهم لا يستمرون عليه ولا يصرون عليه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعلم أنكم ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا شأن كون الإنسان يقع في الذنب حتى في الخلوة وهو خائف من الله ويصارع نفسه، فإن وقع إذا به يندم ويتحسر. مثل هذا إذا تاب فإنه لا يزول عنه وصف المدح، لكن أن يهون على الناس أن تفعل الذنوب وأن يفعلوها فهذا من الخطورة في مكان. ولذلك علق ابن رجب رحمه الله فقال عن هذا النوع لما ذكر هذا الحديث قال ومن السيئات ما تحبط بعض الأعمال الصالحة دون التوحيد. التوحيد في هذا الحديث ما تحبط هذه السيئة، هو توحيده باقي، لكنه قال هذه السيئة ربما تكون له سيئة فتحبط بعض الأعمال الصالحة دون توحيده فيدخل النار، وليس مع ذلك أنه يخلد فيها، لا، لأن مآل الموحد إلى الجنة ولو عذب في النار، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك سالم مولى أبي حذيفة عند هذا الحديث لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها هباء منثورا، قال إني أخشى أن أكون منهم، ثم قال
لعلهم الذين إذا عُرِضت عليهم محارم الله اجتروا عليها، يعني ما عنده أي اهتمام، يفعل الذنب في الخلوة تعرض عليه المحارم فيقدم عليها. هذا الحديث يحمل على هذا الكلام، لكن إنسان في خلوته يخاف الله لكن ضعفت نفسه فوقع، ثم لما وقع إذا به نادم، فمثل هذا هذا شأن غير الشأن الذي علق عليه البعض فقال مجملا، قال هذه المقولة باطلة لا تجعل الله أهون الناظرين، قال هذا قول باطل باعتبار أن ما من أحد إلا ويذنب. فنقول ها هذا شأن في من يقدم ويجترئ، وشأن آخر في إنسان من حيث الطبع ثبت عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن المذموم الذين تجعل حسناتهم وأعمالهم هباء منثورا كما في حديث ثوبان السابق هو من يشتر على معاصي الله حتى لو كان موحدا ويشتر على معاصي الله. ومن حيث الجملة مثل هذه النصوص أو مثل هذه الآثار ما يأتي إنسان ويهون على الناس الذنوب، كيف؟ سبحان الله. أنس رضي الله عنه ماذا قال للتابعين؟ الذنب خطير، ربما ذنب واحد يؤدي بك للمهالك. يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني ما ترونها شيئا، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات.